احنا يا جماعة دلوقتي I make for Mustafa very, very, very good surprise. Mustafa never can forget this surprise. And sure, Katya helped me. Shokran, Katya. Really shokran. Now Mustafa sleep, and I make Katya sleep another bed. When I come, I don't understand what this. Yalla. What you need? What you need? والله ما قلت حاجة ولا حاجة. You tell me, Katya, your friend.
friend, help us about visa, about interpretation. No, not only for visa, now you should... Don't touch me. Never, from this second, talak. طلاق ايه يا بنتي؟ والله انا عارف حاجه. ايه اللي حصل؟ انا عارف حاجه ما جتش معايا. قولي لها والنبي يا كاتب. كيف؟ يا كاتب والنبي يا كاتب. You know what is yes? كريستينا. Yes, this is okay. والله العظيم ما فيها حاجه. والله ما عارف. سير جننوني. وات ربع سوات. تروح يا جدعان. مختبر اللي انا ما عملت حاجه. This is nothing. Nothing. طلاق ايه يا بنتي؟ والله انا عملت حاجه اقسم بالله. Go to Cairo and one second I was you طلاق. طب ما بيديني ما عملت حاجه. Why? We go to here. This is my phone. اطلع بره انت فاهم ايه؟ اطلع بره كذا. Sorry معلش. My friend. Шокра! Слабара! Это Мустафа, звездчок. Это Бара! Там, Катя, плиз! Вот. You give me help about? You give me a halawa? You give me halawa? You give me halawa? أنا معرفش حاجة. وحياة ربنا ما عملت حاجة في الدنيا. والله يا سليم. أوكي. والله يا سليم. كاتا تعرف؟ والله يا سليم. ويوز كاتا. And you promise me you give me breasted gold. I'm sorry. انا قلت برضه انا معلش اي بيليف يو اند اي بيليف ماي فريند كاتا يس دونت كراي اند اي اند يو تيل مي دونت فورجيت اي دونت فورجيت معلش شكرا جايز بات مصطفى معلش باي ويلكم تو جازا جايز شكرا يا جماعة احنا لسه واصلين القاهرة حالا. كريستينا Christine, I love you and I will joke.
برانك 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 Now Mustafa working home, and I come and tell Mustafa, Mabruk Habibi, Kristina Hammer. Today I not go to market. Yeah. I go to Dr. Samir. Dr. Samir? You remember Dr. Samir? Why? We speak like friendly about everything. Dr. Samira? You remember Dr. Samira? Aiwa, mine is fine. Not the mushkela. Not the mushkela. Aiwa. And Dr. Samira tell you, Assalamu alaikum, Mabruk with first, I speak a shokran. Everything good. And Dr. Samira also tell you, Mabruk Mustafa, not only with the first. I'm going to tell you. And speak Mabruk Mustafa like a son father. And speak Mabruk Kristina Hammer. And Dr. Samira. Mabruk what? Mabruk Mustafa father soon. Mustafa. Mustafa? Fazla? Z. Kristina. Hamid. أنا هفهم مين حبيب مين روح. You ready? أكيد. You ready? والله العظيم أحلى مفاجأة في الدنيا. الحمد لله وبعد. Maybe after 3 years. A new father. Because not after 9 months. Maybe after 5 years. Sure, you soon father. بصي بالظبط بايخ قوي لان انت فرحتيني جدا. معليش. معلش. كريستينا امشي. امشي بجد والله والله امشي. والله لا لا امشي. ليه امشي؟ خلاص امشي بقى خلاص الموضوع بقى بقى. معليش معليش حبيب. اوكي وات يو ونت تقول. مش عايز اكل انا عايز اقول. ماشي. لا 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 ماليش 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 ريها بالظبط بقى خليتيني اكلم اهلي وبابا وقلق ووجع دماغ ماليش بالظبط بقى ماليش يا جماعه ده مصطفى بيريسات يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه مهمه حصلت انا لقيت كريستينا كلمتني النهارده بصراحه كانت مكالمه طويله ممكن اقول مثلا 4 أو 5 ساعات بعد المكالمة دي لقيت كريستينا بعتالي فيديو الفيديو كان مدته تقريبا 10 دقايق انا مش هكدب عليكم كريستينا كانت طالبة مني ان انا اترجم الفيديو وانزله على القناة للناس انا مش عارف افرح ولا ازعل من الفيديو بس انا صدقوني انا يعني مبسوط يعني الحمد لله طبعا انا مبسوط ان الشخص اللي عمل كده تواصل مع كريستينا معكم كريستينا والله I miss جدا 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 I miss for my whole life when he was Mustafa happy when he was Mustafa enjoy when we play كل حاجة كمان والله I don't want to cry أقسم بالله I don't want to cry and I miss everything
like husband. قعدت في حيرة جامدة قوي قدام الفيديوهات دي، يعني هل هي مختلقة؟ بس مش معقول اتنين بيتخانقوا فمثلا يقول لها طب استني ثانية واحدة اطلع التليفون بقى، يا انت يا اللي مش عارفة ايه ما نضحك. يعني لو انا بتخانق مع جوزي مثلا وبعدين فجأة راح مطلع الموبايل وبيصورنا، خلاص يعني مش هعرف ازعل ولا اتقمص. ولا هينفع مثلا لو ساعات مثلا هيحصل كلمة مش لطيفة او يعني ازاي. وبعدين قعدت اسال اسئله كتير قوي، قعدت اقول هل الفلوس او هوس الترند او الفولورز او الشغلانه السهله الجديده دي ممكن تخليني اعرض مراتي للانتقاد او اني اطلعها مثلا طول الوقت على الشاشه واسمع تعليقات عليها، او حرمه البيت اللي كنا بنسميها زمان الاسرار ما تطلعش بره، وان ما ينفعش حياتنا تطلع بره، وانه حتى ما ينفعش حد يقول لك ايه انت ما تدخلش بيتك غير العزيز قوي. طب انت مدخل الناس كلها بيتك، الناس كلها اتفرجت على بيتك، فهل ده صح ولا غلط؟ وبعدين انا قلت اكيد ده تمثيل، فلقيت الكومنتس تحت لا يا كريستينا اوعي تسيبي البيت، لا يا كريستينا اوعي مش عارفه ايه، لا، والناس مصدقه جدا الموضوع. حتى ولي ده هو انا شكاكه وانا بعض الظن اسمه، بس مش معقول يعني، مش معقول. بس يعني حتى لما بتفرج على الحاجات اللي بره بتاعت كيم كارداشيان او ذا كارداشيانز عموما، الحاجات اللي هي بتبقى تلفزيون الواقع اللي هم يجيبوا عيله ويفضلوا يصوروهم طول الوقت ويبقوا بيعيطوا من كتر ما الكاميرا على طول مفتوحه ومش عارفه ايه، كنت بقول ان اكيد لا، اكيد في وقت اوف كاميرا، اكيد في وقت مش على الكاميرا، اكيد دي سلسله حلقات بتتعمل، مش معقول الكاميرا تبقى مفتوحه 24 ساعه. يعني ده يجي لهم اكتئاب رهيب، وهما بيجي لهم اكتئاب رهيب. هل مصطفى وكريستين نفس الحكاية؟ يعني هما فعلا اختلفوا واتطلقوا وهي سافرت وكانت عايزة ترجع مصر وكده ولا ايه؟ وهل انتم موافقين على ان يبقى المشاكل الزوجية دي موجودة كده على الشاشة؟ على فكرة انا مش من النوع اللي بتكلم في حاجة فيها نقد للضيف أو كده، ما ببقاش كلمت فيها قدامه. يعني أنا سألت مصطفى السؤال ده وهو رد علي، بس قد إيه الغردقة جميلة، رحنا لهم الغردقة، هما لبوا دعوتنا وجم من بيلاروسيا مخصوص عشاننا وإحنا رحنا لهم الغردقة. قد إيه الغردقة جميلة، وقد إيه الأوتيل اللي كانوا قاعدين فيه سفنكس جميل، ومستر وليد الأونر راجل لطيف جدا، بشكرك جدا من كل قلبي على ضيافتك اللطيفة، و بلدنا حلوة قوي 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 قوي. أنا لو كان بس ما كانتش طيارتي يعني بعد ساعتين على طول احنا كنا وكان لازم تصاريح شوارع وحاجات كده ان شاء الله ناخدها. لا لا، ده احنا بلدنا حلوة قوي 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 قوي، ولازم مش الوطن العربي، لازم كل العالم يعرفوا قد ايه بلدنا حلوة. يعني وانتوا بتتفرجوا على اللقاء ده ركزوا في المنظر اللي ورانا ولون المية عامل ازاي، يعني يا رب يديمها نعمة علينا على مصر وعلى المصريين، بجد بلدنا جميلة، ربنا يا رب يديمها نعمة. تعالوا نشوف مصطفى وكريستين رد.
بعد ما حملته بسنت ابتديت اتمعن شويه في موضوع اليوتيوب ده، ولقيت حاجات غريبه جدا جدا. لقيت ان في ناس عامله مش يوميات ولادها، دي عامله يوميات زوجتها، يعني بيعملوا هما الاثنين قصص وخناقات وهزار وكده يومي على التيك توك وعلى اليوتيوب. وكان من اشهرهم مصطفى وكريستين، ومصطفى وكريستين يمكن اخر فيديو شفته لهم ان هما متخانقين، واتصلت بيهم كانوا في بيلاروسيا، و مش هنقول صالحناهم، ولكن كانت المشكله قربت تتحل، ووعدوني ان اول ما المشكله تتحل هيرجعوا على مصر عشان نعمل انترفيو ده ونشوف ده برضه بجد ولا بيمثلوا. يعني معقوله مثلا اتنين ويروحوا فجاه مطلعين الموبايل مثلا مصورين نفسهم؟ طيب هل الناس مصدقاهم؟ 2 مليون فولور على اليوتيوب اكيد مش بيتفرجوا على حاجه وفاهمين انها اي كلام، او مش بيتفرجوا على حاجه وفاهمين انها تمثيل. طب ازاي؟ هل هو صح؟ طب حرمه البيت والمشاكل ومراتي، ولا فعلا بيدوا مثال لحياه يوميه ممكن الناس تستفيد منها؟ انا مستغرب الحاجات اللي بتحصل. يعني زمن جديد وتقاليع جديدة وقصص جديدة وتعالوا نقرب من مصطفى وكريستين شوية، نشوف ازاي زوج وزوجة قرروا ان يوميا يطلعوا على التلفزيون. واخر فيديو كان بينهم كان ان واحدة بعتت لها صورة وهو مع واحدة تانية، وحاولوا يوقعوا بينهم، وفعلا طلبت كريستينا الطلاق وقررت انها تتطلق. بعد كده اكتشفت ان الصورة قديمة، ده كلامهم. لكن قد ايه الناس تفاعلت مع الخناقة؟ وشفت بقى كمية كومنتس فظيعة. اكيد لو انتوا ما تعرفهمش، ما هو برضو 2 مليون من 120 مليون ده مش نسبة، ولكن 2 مليون واحد بيتابعوا ناس مش معروفة، ولا ممثلين ولا فنانين ولا اي حاجة خالص، لمجرد ان هم بيحطوا على التيك توك وعلى اليوتيوب حياتهم اليومية. صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف. ماما
والله بجد ولا مش بجد ولا ايه؟ لا بجد. لا يا سلام. هو بجد. لا يعني صحيت الصبح قلت لها احنا هنعمل فيديوهات ولا من الاول خالص ولا ايه؟ اولا هو كان ساعة فترة الكورونا اول لما ابتدت كنت انا وكريستينا في مصر ومعرفناش نرجع بيلاروسيا، هي جت لها الفكرة ان احنا نعمل فيديو عادي كوميدي وتعمل له ايديت من البرنامج مش اكتر، فهي عملت بوست بدل ما تعمل دريفت يعني نزلت الفيديو بالغلط. احنا الصبح لقينا كان الاكاونت بتاعها تقريبا متابع. اكاونت على ايه؟ فيسبوك؟ تيك توك. عادي. صحينا تاني يوم وصل بالظبط 100,000 متابع في اقل من 6 ساعات. كان فيديو عن ايه بقى؟ كان فيديو كوميدي اللي هي بتعمل رنجة، هي اجنبية فبتاكل رنجة، فهي حابة تعمل الفيديو تبعته لاهلها ان انا باكل. بتاكلي رنجة؟ اه بجد؟ اه بالظبط. تحبيها؟ ايوه جدا. فابتدينا من كده، فهي كان عندها فكرة ان احنا ممكن نعمل حاجة مثلا مصري واجنبية، ازاي عايشين مع بعض، ازاي يومهم، حاجات تفاصيل بس بصراحة شديدة. انا بحس ان زي مثلا The Kardashians أو اي حد بيعمل حياته اليومية دي لازم بيزود عليها شوية ملح وفلفل عشان تتشاف السبايسي. السبايسي ده اكيد السبايسي ده ساعات ما بيبقاش حقيقي ولا ايه؟ هقول لحضرتك كلمة، اكيد في حاجات كتيرة ممكن ما تبقاش حقيقية وفي حاجات بتبقى حقيقية. يعني زي مثلا احنا بنعمل فيديو، الفيديو مثلا ممكن يكون فيه مشكلة، تمام؟ اكيد انا مثلا او هي مش بنعمل فيديو في نفس اللحظة ساعة المشكلة. مشكلة حصلت فانتوا بتعدوها بالظبط. مشكلة قايمة واحنا بنستخدم كاميرا. استني اصورك. ثواني انا بصورك. لكن الحدث حقيقي. يعني انتوا اتفقتوا على الطلاق ولا بتهزروا؟ Did you agree upon divorce, فعلا؟ Yeah. Well, in this time I'm ready talak with Mustafa. Why? Because this for me very strange how my zook enjoy with girl how. الإيه يعني الفيديوهات ولا إيه؟ المشكلة كلها ابتدت ان في صورة جات لها من حد متابع عندنا على الانستجرام، صورة ليا من سنتين كان مع يعني حد اعرفه، وجات لها الصورة بس جات لها مسج تقيلة شوية اللي هو خلي بالك جوزك مثلا مع واحدة تانية، فهي ابتدت المشكلة من كده. والاجانب برضو بيغيروا، يعني في ناس بتسألني هل الاجانب بيغيروا؟ بس هو انت متجوزها بقالك قد ايه؟ سنتين بالظبط. اوكي. بس why did you get upset? It was 2 years ago. كانت من سنتين، يعني ليه زعلتي؟ كمان زمان. لا but in this time I think this دلوقتي. كنت فاكرة انه دلوقتي. I don't know this old picture. طب خلاص اتصلحتوا يعني الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي والله الحمد لله. طب انت اصلا رحت بيلاروسيا ليه؟ اقول لحضرتك كلمة، انا عامة عايش في مصر على طول وما كانش طموحي ان انا اسافر بره، انا اوريدي عندي شغل في مصر. هي كريستينا كان في مشاكل مع اهلها ان هي حابينها تبقى موجوده معاهم في بيلاروسيا. انت قابلتها اصلا ازاي؟ انا كنت مسافر السياحه وتعرفت عليها، كانت علاقه كويسه، وبصراحه يعني زي ما بيقولوا كده اول لما اتعرفنا على بعض كان الموضوع قبول مني منها، واتجوزنا من قبل السوشيال ميديا، ما كانش في دماغنا خالص موضوع مثلا فيديوهات او الكلام ده، وحصل نصيب وعشنا في مصر سنه وفي بيلاروسيا سنه، يعني سنه هنا وسنه. لما بتعملوا الحدث بعد الحدث ده بيتطلب منكم انكم تبقوا ممثلين كويسين قوي ولا ايه؟ هقول لحضرتك كلمه، هو مش بيتطلب ان انت تبقي ممثله كويسه على قد ما انه بيتطلب ان انت بجد تبيني الصوره اللي كنت فيها او الموقف تبقي حساها بالظبط. يعني انا كريستيانو مثلا لما جينا بنعمل المشكله الاخيره بتاعتنا اهم حاجه كان عندي وعندها ان يبقى اسلوبنا، احنا مش دارسين تمثيل، فاحنا لو اسلوبنا ما طلعش صح الفيديو نفسه او الحاجه الحدث اللي حصل مش هيبقى طالع زي ما حابين الناس تشوفه. فهو اهم حاجه عندي انا وهي ان هو مثلا يبقى احساسنا كويس في الشغل، يعني احنا مثلا حصل مشكله تمام هنعيد المشكله، هنعرف الناس المشكله حصلت ازاي بس بنفس مشاعرنا اللي كانت ساعه المشكله. اوكي بالظبط. وخلاص ده شغلكم الاساسي دلوقتي؟ بصراحه لا، يعني دي حاجة جنب شغلي الأساسي. مركز شغلي الميديا كويسة وكل حاجة وناس حبانا ودي حاجة كويسة، بس طبعا ليا شغل أساسي لأن دي أهم حاجة، يعني هي أهم حاجة الشغل يكون أساسي موجود والميديا جنب الشغل. طب ولو انتقدت وحد قال لك مش عيب إن أنت تقول أسرار بيتك مثلا قدام الناس أو تطلع مشاكلك أو تبقى بتصور مراتك طول الوقت؟ بتلاقي انا لقيت كومنتس كده صح؟ اكيد بيجي كل التعليقات دي. انا اقول لحضرتك اولا انا معظم فيديوهاتي انا وكريستينا
دي مش اسرار بيت اللي هي حاجه مستحيل حد يعرفها. لا المشكله مثلا زي اخر مشكله حصلت في ناس كتير الغيره، يعني انها الغيره فعلا ممكن يعني تبوظ بيوت كتير قوي موجوده. ممكن يبقى حد فعلا مظلوم في حاجه وبيته يتخرب، ممكن تبقى حد غيران من حقه. فانا ما بقدمش حاجه مثلا اسرار بيتي ان في حاجه خارجه، لا. قصدك انها ممكن تبقى مفيده يعني في ان حد تاني يشوفها؟ ممكن. هقول لحضرتك كلمه دلوقتي، مثلا زي الناس كلها شافت اخر مشكله، لو واحده مثلا حد بعت لها صوره لجوزها، ممكن ببساطه جدا تفتكر اخر فيديو شافته مثلا لشخصين ان في حد بيحب يخرب البيوت، في حد بيقدم حاجه. فمش لازم ان انا اعمل رساله للناس تكون تمثيل، لا، انا ممكن اعمل حاجه تبقى هدف للناس تعرف منه تخلي بالها من حاجه، رساله معينه بس بطريقه دراميه. في ناس في الشارع بتشوفكوا تعرفكوا؟ اه الحمد لله. التيك توك ده بيدخل فلوس؟ لا خالص. لا بصراحة هو حاجة كدعابة، حاجة بننزل برضه ممكن تكون ماركتينج لمعظم فيديوهات بنعملها. طب ومش عايزة تجيبي بيبي عشان يبقى فيه مور ستوريز؟ اه لا لا لا، وي وونت. يو وونت؟ وي وونت تشيلدرن جدا. اول فروم ذات. عشان يبقى عندكم قصص أكتر ولا إيه؟ شي سبيك أباوت وي وونت تشيلدرن أونلي بيكوز ميديا؟ لا لا لا. نوت أونلي. For me, child very important. This not like one play, yalla play. So we boring football. No, la. Child very important for me, for Mustafa. بس بعد شوية بيحصل نوع من الإدمان، صح؟ الإدمان بخصوص الفيديوز؟ لا بصراحة لا. هقول لك كلمة. هي بيحصل ممكن حاجة يعني حابة الناس، أنت في شايفة ناس حباك فأنت حابة ناس أكتر تحبك. ايوه، فبيبقى عندك تحدي انك تجيب فولورز اكتر بالزبط. فتعمل فيديوهات اكتر. اقول لحضرتك كلمه، مثلا اخر مثلا مشكله حصلت بيني وبين كريستينا، في ناس في بعض التعليقات الفيديوهات دي عشان المشاهده. لا، احنا قبل ما المشكله دي ما تحصل احنا اوريدي عندنا مثلا 4.5 مليون. بعد ما بيقولوا لك كده بيتفرجوا برضه؟ اكيد بيتفرجوا. انا حتى بقولها والله الفيديوهات، انا عمري ما بفرض نفسي على حد، يعني بقول الفيديو انا حاطه، لو انت مش حابب هتتفرج على الفيديو اكيد مش هتتفرج. انا عمري ما اقول لحد انت لازم تتفرج او لازم تعمل شير او لازم تعمل كومنت، لا، انا بسيب الفيديو الناس حباه بيتفاعلوا معايا، وانا مشاهداتي بعد المشكله هي. يعني بتعملوا فيديو كل قد ايه؟ التيك توك ممكن كل يوم، اليوتيوب كل يوم برضه. كل يوم؟ كل يوم. عملت النهارده فيديو عن ايه طيب؟ النهارده عاملين فيديو روتيننا في الاوتيل، روتين صحينا عملنا ايه، اكلنا ايه. ما قلتوش ان احنا جينا لكم ولا اي حاجه؟ احنا مستنيين بس حضرتك تنورينا. طيب ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه عشان اكون صريح، انا وكريستينا يعني التمثيل او كده ده مش حاجه احنا الاثنين رافضينها بصراحه. مش عايزين. خالص. وجالنا كذا عرض بصراحه من ناس محترمه جدا، بس انا وكريستينا حابين حياتنا تبقى براحتنا اكتر. احنا زي عندنا قناه تلفزيونيه خاصه بينا، بنعمل عليها المحتوى اللي احنا حابينه. فمش حابين نضبط نفسنا مثلا بالسينما او بدوله معينه، احنا بنحب مصر جدا، بالذات كريستينا عشان البحر. بس هي بالنسبه لها شرم الشيخ الغردقه بالنسبه لكريستينا رقم واحد، يعني هي بتحب بلدها بس تقول لي لا انا مصر بالنسبه لي هو ده الجو. عشان انتوا عايشين بين شرم والغردقه برضه، صح ولا؟ احنا من شرم للقاهره. شرم بس قعدنا فيها فتره الكورونا لان هي كانت صعبه تقعد في القاهره، وكان جبتونا الغردقه ليه طيب؟ الغردقه جينا عشان الطيران والله. عشان الطيران بالظبط. بس فهو ده بالنسبه لخصوص الفيديوز. وهترجعوا بيلاروسيا؟ هنرجع بيلاروسيا ان شاء الله. وتعملوا فيديوهات من بيلاروسيا ان شاء الله. انا بشكركم وعايزه يعني في ناس طبعا مع وفي ناس ضد، وناس تقول لك دي حرمه بيت وما ينفعش مشاكلها تطلع بره، وساعات ناس تقول طب ما لو مراته حلوه مثلا فالناس بتشوف انها حلوه وتفضل تعمل تعليقات انها حلوه، ازاي مش بيغير او ازاي ما عندوش النخوه دي او كده، ايه بقى بتقول لهم؟ تمام، هقول لحضرتك كلمه بسيطه. ليه مثلا انا لما بشوف فيلم نزل جديد تمام وبختار الفيلم ده مخصوص ان انا ادخله سينما وادفع للفيلم ده فلوس التذكره بتاعت الفيلم، وممكن اللي يبقى عامل الفيلم ده البطل تمام وزوجته في الحقيقه البطله اللي معاه في الفيلم، ليه انا لما لا ما هم بيغلطوا في الممثلين برضه. ليه اخرج من الفيلم مثلا انطق مع ان انا دافع فلوس؟ هي كل واحد على حسب الكونسيبت، انا بقدم ايه؟ يعني انا مثلا هل انا انك موظفه في ايه؟ انا احنا بنعمل ايه؟ يعني بنطلع مثلا بنقول حاجه كوميدي، بنعمل مقلب مثلا. لا بالعكس، ده حتى اللي بصراحه حشمه جدا. وهي عايز اقول لحضرتك كلمه والله، هو من نفسها هي اللي حابه لبس، هي قالت لي طالما احنا في بلد يعني طبعها كده والناس كده لازم افضل بلبسي. فهي مختارة لبسها، وهي نفسها اي دور بنعمله او اي فيديو هي بتعرف احنا بنعمل ايه. طب وعرفت الرنجة منين؟
ده عارفه كل حاجه عارفه حاجات تساليها فروم وير دي دي جت ذا رينجا فراخ باربيكو ملاهيه Do you cook it? Ayma, I eat every day. Do you know that with molokhia you have to do kida? كله حاجة. كل حاجة. حلو الأكل المصري. حلوة جدا. حلوة جدا. بس أنت مش باينة عليكي خالص. أنت شوية شوية كل. شوية. أنا بشكركم جدا. واحنا عايزين نستأذنكم ان احنا نذيع قصتكم في اللي حصل من الاول لان انا كمان حاسه ان فيديوهاتكم معموله ببراعه يعني تشد برضه. ايوه والله انا عايز اقول بس حاجه انا وكريستينا مفيش حد مسؤول عن شغلنا يعني احنا اللي بنعمل كل حاجه زي مثلا من ساعه التصوير للمونتاج للاخراج. طب لو انا عايز اسالها لو عشان هي مش بتفهمني لو كان موضوع الصوره ده بجد ولا قدر الله اتطلقت كنت برضه تفضلوا تعملوا فيديوهات مع بعض؟ لا 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 اكيد لا سو طلاق وفينش افري سين كنت هتعمليها لوحدك يعني ولا ايه؟ فيديوز اي كان يو كان يا يا اور يو كان جيت ماريد تو انذر وان اند ميك اذر فيديوز لا ذا وان ان ذا فوتو لا 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 هي غيورة قوي من موضوع البنات هي غيورة غريبة قوي مع انها اجنبية والله انا كمان بقول غريبة بس يعني بس هو بين روسيا مش اجانب قوي يعني بصراحة قوي يعني وانا برضه حابب اقول لحضرتك حاجة والله يعني الواحد من هدف اي فيديو بيعمله ان برضه يوصل حاجة بسيطة يعني مش كده لازم الناس تعرف ان فعلا المشاكل بتحصل بصفة يومية فمش شرط ان انا مثلا اطلع اقول يا جماعة انا عامل مقلب بس يعني اكيد غصب عنك من غير ما تاخد بالك بتفتعل حاجة عشان تعمل بيها فيديو ولا اقول لحضرتك معظم فيديوهاتنا كلها على القناة عمري ما افتعلت أزمة أو مشكلة الحاجة الوحيدة اللي فعلا حصلت حقيقية لما أهلها من سنة حصل مشكلة إن هي لازم ترجع ودي كانت بجد وبعد ما المشكلة اتحلت قررنا إن احنا نبين الصورة اللي حصل فأنتوا واخدين عهد إنكم تمشوا حقيقي على طول يعني هي بعيد عن الحقيقة المشكلة ممنوع نصور أثناء المشكلة يعني ما ينفعش يبقى عندنا مشكله فعلا قايمه حاليا ليه بقى؟ لان انا احترمها وهي تحترمني تمام الكاميرا كويسه وبنعمل فيديوهات والناس حبانا بس مش هينفع ابقى في قلب المشكله وبطلع الكاميرا بصورها للناس مش متخيله اصلا هي انا متخيل هي ممكن تعمل ايه يعني هي كريستينا طيبه بس عصبيه شويه عصبيه لا شويتين بس نرفس شويه شويه بصراحه فهي تبقى فعلا في مشاكل قايمه وفي طبعا مشاكل استحاله بتطلع قدام الكاميرا يعني برضه احنا بنطلع ممكن قضيه او حاجه تبقى ممكن تبقى منتشر او حاجه بتحصل لكن في مشاكل اكيد بصفه يوميه او بصفه يعني كل ساعه ممكن تحصل مشكله بيني وبينك بس كل دقيقه والله بالظبط يعني قبل ما نيجي نبتدي الحلقه حصلت مشكله عادي ايه بقى لا هي عصبيه جدا بصراحه وبتحب النظام نحن المواعيد بقى لا ده بتحب النظام معانا كمان يعني انت ليه تصحى الساعه 7:30 انت المفروض تصحى 7 انت المفروض تشرب ميه قبل الاكل بنص ساعه فلا طبعا انا مش متعود على كده لو بصحى اكل براحتي اعمل اللي انا عايزه هي عندها نظام ونرفز حتى في الشغل في الفيديوهات ايه ازاي العصبيه في الفيديوهات هي في الفيديو مثلا يعني مثلا بنعمل فيديو مثلا 15 ثانيه 15 ثانيه دي ممكن نقعد فيها ساعه الساعه دي بسببها ان يعني مثلا انا شعري مش مظبوط انا حاسه ان انا قلت كلمه غلط انا عايز اقول الكلمه صح انا حب هي على طول بتقول لي الفيديو لو ما فيهوش باور مني او طاقه مني الفيديو ده مش هيبقى كويس فهي على طول تقول لي طول ما انا حاسه ان في باور في الفيديو هيبقى كويس فدي حاجه منها انا على طول بحبها في الشغل انها تتقن يعني الحاجه اللي بتعملها بالظبط وهي حتى حابه ان هي تتعلم لغه مصريه اكتر عشان هي خلاص حابه ان هو البلد هنا عارفه تتكلم بتحاول تتكلم على طول ممكن تفهم الكلام بس ما تعرفش ترد كويس قوي وانا والله انا بقولها انا وهي والله حاجه بسيطه جدا بنقدم حاجه يعني مش صعبه على الناس بتتفرج عليها وفي نفس الوقت بنحاول نعرف مثلا الناس رساله او حاجه صغيره طبعا يعني مش بنعرفهم حاجه كبيره قوي هتغير حياتهم بس بتبقى حاجه بسيطه هتعجبهم وفي نفس الوقت برضه بتكون لينا كويسه الناس تبقى حابه مين مصطفى ومين انا بشكركم جود لك Thank you. وهنشوف more videos إن شاء الله. أهم حاجة الفيديو